السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا أبنائي وبناتي الطلاب، سعدت بلقائكم اليوم. سوف أقدم لكم اليوم مادة التربية الفنية للصف الثالث متوسط معكم معلمتكم حصة رميح. نستعرض سويا قوانين التعلم عبر قنوات عين. بداية يا أبنائي وبناتي، أبحث عن مكان هادئ للتعلم وجهز الحاسوب أو الجوال استعدادا للدرس. أجلس جلسة صحيحة، أتعلم جيدا حتى أتفوق، وأستمع لكلام معلمتي عندما تتحدث، وأجلس حتى انتهاء الوقت. إلى أولياء الأمور، أطلب منكم التواجد أثناء فترة البدء للتوجيه والإرشاد وإحضار الأدوات اللازمة. المادة هي التربية الفنية، المجال المستهدف الفني، والمجال المساند الحركي الدقيق. عنوان الدرس التكوينات الشعبية. الهدف العام معرفة وتنفيذ خطوات رسم التكوينات الشعبية. أن يتعرف الطالب والطالبة على الفن الشعبي، أن يختار الطالب والطالبة صور من عناصر من التراث، أن يجزئ الطالب والطالبة اللوحة لأجزاء مختلفة، أن يرسم الطالب والطالبة عنصر من التراث في كل جزء أو الطباعة بالكربون، أن يقدر الطالب والطالبة الفن الشعبي. لدينا قصة قصيرة. هنا تقول: أنا سارة ذهبت مع طالبات مدرستي لرحلة لزيارة المدينة القديمة، وهنالك وجدنا البيوت الشعبية القديمة، وأعجبت أنا وصديقتي هند بالبيوت الشعبية، وأعجبنا بالفن الشعبي القديم، وقررنا أن نرسم من الفن الشعبي. قررت هند وصديقتها ماذا؟ أن يرسمان من الفن الشعبي القديم، والبيوت الشعبية. الرسم الشعبي، هنا نلاحظ ماذا الفنون الشعبية تتميز بأنها ماذا؟ أحسنتم، نشاهد الباب هنا بأشكال هندسية، وماذا؟ أحسنتم، ويغلب عليه اللون البني. أحسنتم. وهنا لدينا الألوان المستخدمة، نشاهد هنا الألوان، لدينا اللون البني وهو اللون الأساسي، وندمج مع اللون الأصفر والأحمر. ممتاز يا أبنائي وبناتي. والباب الشعبي القديم، الأدوات المستخدمة، نستطيع استخدام ماذا؟ الكراسة أو لوحة أو ورقة للتلوين واللون، ونحضر القلم الرصاص والمسطرة، وهي أدوات ماذا؟ أساسية في مادة الفنية. وأستطيع التلوين بماذا؟ بالألوان المفضلة لدي، ألوان الفلوماستر أو ألوان الزيتية أو ألوان الإكريليك. وأستطيع دمج ماذا؟ ألوان الباستل الزيتية. ننتقل للتطبيق العملي. سوف نرسم هنا ماذا؟ تكوينات شعبية. نرسم تكوينات شعبية كذلك معها إضافة معها ماذا؟ أشكال هندسية. ممتاز يا ابنائي وبناتي. سوف نبدأ برسم التكوينات الشعبية القديمة. قسمت اللوحة لأربعة أجزاء، وسوف أبدأ بالرسم. سوف أبدأ برسم دلة تستخدم قديما للقهوة. هنا بداية الرسمة. عندما أخطئ أستخدم الممحاة لمحو الخطأ. ممتاز يا أبنائي وبناتي، هل تتابعون مع المعلمة الخطوات؟ عندما تخطئ نقوم برسم الخطأ باستخدام ماذا؟ الممحاة. ممتاز يا أبنائي وبناتي، نتابع رسم ماذا؟ الدلة الشعبية. نشاهد ماذا؟ أحسنتم، دلة شعبية صغيرة. وسوف نرسم فنجان للقهوة.
ممتاز يا أبنائي وبناتي. هنا نشاهد ماذا؟ أحسنتم فنجان للقهوة، ويوجد به دلة للقهوة، وسوف نرسم إبريق للشاهي. ممتاز، نتابع مع المعلم الخطوات. هل تتابعون مع المعلم الخطوات يا أبنائي وبناتي؟ ممتاز، عمل رائع. وانتهينا من رسم ماذا؟ إبريق الشاهي، وسوف أرسم. أحسنتم، ممتاز يا ابني وبناتي. سوف أرسم هنا باب شعبي قديم، وسوف أستعين باستخدام ماذا؟ أحسنتم، المسطرة لرسم الباب الشعبي القديم. وهنا سوف نرسم ماذا؟ تكوينات شعبية قديمة، وعندما أخطئ في القياسات أقوم بمحو وإعادة. أحسنتم الرسمة. سوف نرسم الباب الشعبي القديم. ممتاز يا ابنائي وبناتي، عمل رائع. نقوم، أحسنتم، برسم الباب الشعبي. أحسنتم يا ابنائي وبناتي، تتابعون مع المعلم الخطوات، عمل رائع. وسوف أرسم. أحسنتم، نخلة شعبية صغيرة. أحسنتم، ثم نبدأ بتلوينها. أحسنتم، في الحصة القادمة. ممتاز، يا عمل رائع يا أبنائي وبناتي. سوف نقوم برسم النخلة والتلوين النخلة باللون ماذا؟ الأخضر والبني. ممتاز، عمل رائع. هنا نشاهد رسمنا ماذا؟ هنا أحسنتم، هنا دلة للقهوة وهو إبريق للشاي، وهنا باب شعبي، وهنا النخلة القديمة. ممتاز يا أبنائي وبناتي، عمل رائع، بارك الله فيكم. لتعميم هذه المهارة على أولياء الأمور، تعميم هذه المهارة من خلال تدريب الطالب والطالبة على رسم التكوينات الشعبية، تجب مراعاة الآتي عند اكتساب هذه المهارة: أن يشترك كل الأسرة والأخصائي في التدريب على هذه المهارة بطرق يتم الاتفاق عليها معا، أن تجزأ هذه المهارة المراد اكتسابها إلى مهام صغيرة حتى يسهل اكتسابها، مراعاة قدرة وإمكانيات الطالب والطالبة عند التدريب. قد وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم، كانت معكم معلمتكم حصة رميح، إلى اللقاء.